انا مندوبه من وزاره الاشغال، جبت لكم معي هدول العقود حتى نمضيهم. لم نوقع على اي اعترافات، خسرتهم. طب بلغهم. لك روح، هو مش اعترافات، هو العقود من وزاره الاشغال بدكم انتم تمضوه. عقود شو؟ انتو بحفركن للخندق يلي بزنزنتكن بسجن رومية اثبتوا جدارة عالية ومهنية محترفة، اكتر من 3/4 المتعهدين اللي عنا بالوزارة ما عندن اياها. لهيك نحن قررنا كوزارة انه نلزمكن حفر الانفاق والكهوف والخنادق يلي نحن بدنا نحفرها بمدينة بيروت. اتفضلوا مدولي على هالوراق بليز. طبعا. هل من الممكن انه تأمنونا ذات المعدات التقيلة اللي كانت موجودة عنا بالسجن؟ طبعا. شكرا.